وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. في ذكرى الإسراء والمعراج تصدح حناجر حافظي كتاب الله بدار الإمام بالمحمدية من كل أصقاع العالم الإسلامي في الطبعة 17 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله. يشارك في هذه الطبعة 46 دولة، قبل قليل أعلنت عنها، ولكن الآن انضافت دولتان أخريين اللي هي الإمارات العربية المتحدة ودولة إندونيسيا كذلك، فأصبح 48. ولا يزال ربما الأمر مفتوحا للدول حتى تلتحق بنا، لأنه يعني عبر التحاضر عن بعد يحسن ويسهل ذلك. ثم الشيء المميز أيضا أن هذه المسابقة في الدول المرشحة لأبنائها وطلبتها تقام داخل مقرات الهيئات الدبلوماسية عندنا، قنصليات أو سفارات. الموعد السنوي لأهل القرآن وخاصته، وبعد سنتين من الغياب بسبب الأزمة الصحية العالمية، سيتنافس فيه المتنافسون أمام لجنة التحكيم عبر تقنية التحاضر المرئي. رأت الجزائر أن تبقى مستمرة مواصلة لهذه المسابقة الشريفة المتعلقة بكتاب الله عز وجل، فجهزت أحسن وأحدث التجهيزات من أجل أن يكون التواصل بيننا وبين أبناء العالم العربي والإسلامي الذين يجلسون الآن في المقرات الدبلوماسية التابعة للجزائر، ينتظرون دورهم للمشاركة في هذه المسابقة. نحن نقيمها مسابقة عالية من طراز عال، وهو استغلال أمثل وحسن لوسائل التواصل. نحن الآن نستغل وسائل التواصل فعلا وبحق في خدمة القرآن الكريم. وإذ نادى ربك موسى. قرآن يتلى على مدار 3 أيام، على أن يعلن عن متوجي الطبعة 17 في أواخر الشهر الحالي، لتحافظ الجزائر على هذا التقليد الذي يخدم كتاب الله ويشجع حفظته منذ الطبعة الأولى في 2004.